الفضاء السياحي والترويجي في الحركة التجارية، بنتكلم عن إضاءات لإضاءة المباني، نتكلم عن ممشى كمان موجود في أكتر من مكان هناك، ده هيكون صداء إيه؟ ده بيزود طبعا على طول من الزيارات للمنطقه والزيارات السياحيه بمعنى صح. يعني هنبتدي نشوف اكتر ترويج سياحي للمكان، الناس هتنزل اكتر للشوارع. السياحه اللي كنا افتقدناها في من المنطقه المحيطه هترجع تاني لرونقها. بنبتدي نشوف كمان ان السلع اللي هتبقى يتم ترويجها في المحلات هتختلف، فهنبتدي نشوف كمان شركات عالمية هتبتدي تخش في المنطقة تحاول إن هي تبيع منتجاتها داخل الأسواق الموجودة في وسط البلد. يحصل على طول أبليفت للحالة الاقتصادية، وبالطبع ده هيعمل يعني ريفلكشن على الحالة الاجتماعية اللي موجودة كمان في المنطقة، وطبعا هيرفع من سوق العقار، هيرفع من يعني القيمة الإيجارية. نبتدي نشوف الحالة للبيئة عامة بتنمو وبتتطور، وده طبيعة الحال اللي تم في مدن كتيرة أوروبية، وإحنا درسناها وشفناها إزاي أول ما بيتم العملية الجراحية ديت، وهي عملية جراحية دقيقة بصراحة، إن إحنا صحيح. إزاي نعرف نطور مناطق أثرية بكثافات عالية، ونبتدي نشوف التطور ده بيتحرك عشان يلامس المواطن والمستخدم الخارج اللي داخل المنطقة كزائر حتى. طب هل التطوير بيشمل كمان كود لذوي القدرات الخاصة، بحيث ان احنا نعالج مسارات وممشى واماكن انتظار ليهم؟ بالطبع يعني ده بقوة القانون دلوقتي، احنا كمكاتب استشارية يعني لازم ناخد في الاعتبار، احنا كالمكتب العلمي للصورة الهندسية يعني احنا لازم ناخد ده في الاعتبار. لو هو مش متواجد فاحنا بنحاول نخلقه على قد يعني، لو المساحة توفرت ان احنا يعني نوفره للمستخدمين، ولو المساحة مش متوفرة فبنحاول نستخدم التكنولوجيا بديلا ليها ونشوف ايه امكانية ان احنا نوفر مصاعد او نوفر درجات درج متحرك او يعني سبل مختلفه لذوي الاحتياطات الخاصه ان هم يتحركوا في المكان بسهوله. طبعا يعني هيتبقى بقى الجزء اللي ليه علاقه بالشوارع المحيطه والمنطقه والارصفه، وده بيرجع للمحافظه، بس طبعا التنسيق الحضاري طبعا حط برضو الديزاين جايد لاينز ان هي تعرف ازاي تتطبق على الشوارع وعلى الارصفه تساعد الناس في الحركه. هيفضل بس الكنترول اللي هو قائم على حركة المرور وحركة المشاة، وإزاي إن إحنا نعرف نخلق يعني الديالوج بين حركة المرورية السيارات وحركة المشاة في الشوارع وعلى الأرصفة وكده.